في مسعى لمواجهة مخططات إفشال أو تأجيل الانتخابات الليبية، تحتضن طرابلس الخميس مؤتمرا دوليا لدعم مبادرة استقرار ليبيا. وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش أعلنت عن تفاصيل المبادرة التي تهدف لإيجاد آلية وطنية وموقف دولي وإقليمي موحد لوضع الآليات لاستدامة الاستقرار في البلاد وحشد الدعم اللازم للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات لتمكينها من أداء دورها، إضافة إلى توحيد المؤسسة العسكرية. وبحسب المنقوش فإن المؤتمر يركز على مسارين، الأول أمني عسكري والثاني اقتصادي، كما سيدعو المؤتمر إلى ضرورة احترام سيادة ليبيا واستقلالها ومنع التدخلات الخارجية السلبية بشؤونها، وأيضا تقديم الدعم الفني في مجال فك ودمج عناصر المجموعات المسلحة الغير المتورطة في أعمال إرهابية وإجرامية وتأهيلها أمنيا ومدنيا. الأمم المتحدة أعلنت دعمها ومشاركتها في المؤتمر الدولي لاستقرار ليبيا، وأكدت وكيل الأمين العام للشؤون السياسية روزماري دي كارلو أن المؤتمر يأتي في وقت بالغ الحساسية ويتيح فرصة للأطراف الفاعلة لبحث دعم العملية السياسية، ويرى مراقبون ضرورة تقديم دعم دولي قوي للمبادرة لتجاوز مخططات الإخوان في ليبيا والتي باتت تمثل الملاذ الأخير لهم في شمال إفريقيا.